انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. ننتصر او نموت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، حياتي للجميع. النهارده في ضيافتنا الاستاذ انور السيد. طبعا الفتره اللي فاتت شهدت حوارات كتير، يمكن هنتكلم في تفاصيلها النهارده، بس الاكيد ان كرامه اي انسانه مسلمه من كرامتنا جميعا، والإساءة لأي إنسانة مسلمة أيا كانت هي مين، هي إساءة لكل شخص مسلم، يعني سواء هو مقرر ده أو مش مقرر ده، أو سواء هو عنده خلاف شخصي مع 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 شخص بصدنها، أو بيعتبرها مجرد داعية لله أو من الدعاة الموجودين، أو حتى هو ما يعرفش. مجرد أنك تعرف أن في إنسانة مسلمة تم إهانتها بأي طريقة من الطرق، ده بيستفز الحمية جواك كشخص مسلم وشخص عربي وشخص شرقي. إهانة النساء من الحاجات اللي تربينا ان هي ليست يعني مش محل جدال، مش محل صراع يعني، لكن بقى ما غير ذلك بيبقى في كلام او في مناقشه. تحياتي لام الحاجه فاطمه، وتحياتي طبعا لاستاذ، وتحياتي للاساتذه الموجودين معانا على الشات، استاذ ساره النعيمي، استاذ مازن، استاذه وفاء عبد العزيز، استاذ مسلم مصري، استاذه ليالينا، وكل الاساتذه. يا رب انا ما اكونش نسيت اسم حد، بس وكل الاساتذه اللي موجودين ولا هيجوا ان شاء الله. مع حضرتك المايك يا امي، وانا موجود وقت ما تحتاجي تدخلي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني منورة الدنيا أستاذة نهى، تحياتي لك يا رامي، تحياتي لكل الأخوة والأخوات اللي عشات. النهاردة دي حلقة مميزة على فكرة، وحتتفاجئوا يعني الفتنة اللي كانت دايرة بقالها تقريبا شهر يا نهى، ولا أقل ولا أكتر؟ تقريبا شهر يا أمي. الفتنه دي خدت حد كبير قوي قوي قوي، وتوسعت لدرجه انا ما كنتش على علم بيها، ولكن عرفتها من خلال قنوات المسيحيين، من قناه الفكر الحر، ومن قناه الاساف، وقناه اسمه ايه ده رحومه. فلقيت هجوم شرس جدا على المسلمات، ولا يعنيني المسلمين اللي بيسموا نفسهم مسلمين جدد يتحرقوا بجاز، يعني مش في دماغي. في دماغي وتعصبي للمرأة اللي تهانت بسببهم هم ادوا المجال للمسيحية، القنوات المسيحية تقول عليهم أقذر الألفاظ بسببهم هم. فأنا رجعت تاني بقى أشوف إيه القصة وإيه الحكاية، لقيت إن الأساتذة بيعملوا بثوث على الأخت نهى السيد. الله، يعني إذن أنتوا اللي عاملين الفتنة دي كلها، اللي بيها الكنيسة والقنوات المسيحية شغالين عليهم. مفيش حد يقول لكم أنتوا قلالات الأدب، ومفيش حد يقول لكم أنتوا بتعملوا كده ليه، أنتوا مفيش حد قال لهم معلش عشان الكنيسة ما تشمتش فينا، مفيش ذكر قال لكم الكلام ده، مفيش واحد قال لكم عرض الاخوات، لا. لكن لما نيجي ندافع على نهى بقى يقول لك ايه بلاش الفتنه، الفتنه موجوده،
وخايف على الكنيسه. ما هم عارفين، ما هم عارفين بسببهم هم. ولا انتوا بميزانين، ولا انتوا واخدين اسماء فيك وداخلين، لان ما فيش واحد عاقل هيقول الكلام ده بصراحه. يعني هيقول لك وانا اشيل وزرهم ليه؟ الا اذا كان هم المجموعه اياها اللي متصدره للفتنه دي، وهم اساس الفتنه بالدلائل والبراهين. لكن عايز اعرف الناس اللي تبع السيده نهى متابعينها، يعني ما يعرفونيش، لكن اللي يعرفوني قنوات رضا قلقيله والعالم ديت. واحنا عملنا حملات على النصب باسم الدين، واحنا لا يهمنا اشخاص على فكره، ولا يهمنا كنيسه تشمت، ولا في دماغنا الكلام ده كله. احنا في دماغنا الاسلام لازم يكون غصب عن اي حد مش مشتبه فيه، ما يجوش شويه شلل تشبه الاسلام. الاسلام بريء منهم ليوم الدين. الاسلام مش اشخاص، الاشخاص يتحاسبوا. انا اسال سؤال، لو واحد حرامي سرق واحد في الشارع، بيروح للقاضي يقول له لا انت مسلم اطلع انت كده انت براءه؟ فيش الكلام الفاضي ده. ما عندناش كهنوت، احنا عندنا اللي يغلط يتحاسب. امال القران جايب لنا الحدود ليه ان شاء الله؟ عشان نقول لا ده الاخ مسلم هو بريء؟ لا طبعا، الحدود جايه عشان تدي كل واحد غلط له الحد بتاعه. وبعدين الا قصف المحصنات في ايه؟ وبعدين يجي لها تهديدات؟ احنا عندنا تهديدات من الواد اللي اسمه عمر ابن الاسلام، عندنا تهديدات ليها واضحه وصريحه. والواد ده لما تلمش، لما تلمش وعرف قيمه نفسه وتلم كده، هعرفه وهربيه وهيشوف هيتربى ازاي بالتهديدات اللي بعتها. وبعدين احنا ضد اي قناه تشوه صوره الدين، احنا ضدها. واللي بيعتبرها فتنه يكش يولع، يعتبرها زي ما يعتبرها. احنا بينا وبين ربنا الحمد لله يعني خطوات ونتقابل معاه، فاحنا هنعمل لصالح الدين على قد ما نقدر. فما يجوش شويه عيال ارزاقيه يشتغلوا باسم الدين ويشوهوه. لا، الدين احنا له جنوده المجنده دي اولا. ثانيا، انا اسمي فاطمه صالح، بقولها للجماعة بتوع السيدة نهى. معروف عني في القنوات دي اني اي حد بيسيء للدين انا بقفله. وكم من واحد اساء للدين قبل كده ونصب باسم الدين وقفتله، يعني معروفة. وكم من واحد كان بيعمل فتن بين المسلمين، وكم من واحد ضلالي كان بيحكم من غير الحق ويجامل الأصدقاء بشارع الدين، كل ده وقفنا له الحمد لله، كل ده بنقف له. فاحنا ما ينفعش عناتيل اليوتيوب يشتغلوا على الحريم، عناتيل اليوتيوب يسرقوا باسم الدين ويسبوا في الأعراض، ويرجعوا بقى الناس اللي بتتابعهم يقول لك الكنيسة، ما هم اللي فوعوهم. يعني لو كان احترم نفسه كده وسكت، طيب ويقول لك فتنه، فتنه مين ده؟ احنا هنبين لكم مين هم اللي عملوا فتنه. الغريب بقى ان هم بيشتموا في بعض ويجوا يتكتلوا على الست الغلبانه دي، يتكتلوا كلهم مع انهم كلهم معيوبين وكانوا بيشتموا في بعض واحنا عارفين. يشتموا في بعض لكن حطوا ايدهم في ايدين بعض عشان السيده نهى فقستهم في انهم بيتاجروا بالدين. اتفضلي يا استاذه نهى لو عايزه تتكلمي يا حبيبتي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يشرفني النهاردة ان انا اكون ضيفة على قناة الحاضر الغايب الجديدة بدعوة كريمة من الاخ مازر انتيسي والحاجة فاطمة صالح، بارك الله فيها. برحب بالاخ رامي، بارك الله فيه. مبدئيا انا عايزة اتكلم على نقطة ازاي يقتنع المسيحي بان اعتقاد اللي بيؤمن بيه غلط وان الاسلام هو الصح. انا بتكلم طبعا من خلال الواقع ومش افتراض. عوام النصارى عموما عندهم أفكار مسبقة من خلال كهنة الكنيسة ومن خلال أهاليهم اللي تربوا عليها، ومنها طبعا أن المسيحية هي الدين الحق وأن كل الأديان باطلة، وما نسمعش الشيخ مسلم أو نسمع قرآن أو نسمع حتى أذان المسلمين لأن الكلام ده كلام شيطان.
ده طبعا كان الاعتقاد السائد في أوساط المسيحيين اللي أنا كنت منهم، فكنت بخاف من أي شيخ مسلم ملتحي أو مسلمة لابسة نقاب، وظل الاعتقاد ده عندي سائد لغاية ما ربنا أراد لي الهداية وشفت مناظرة على الإنترنت للشيخ أحمد ديدات والقس جيمس وجارت. الفضول بقى خلاني أشوف المناظرة دي، وكنت مبهورة بالكلام اللي قاله الشيخ ديدات عن التناقضات والأخطاء في الكتاب المقدس والتعديلات اللي حصلت في النصوص على مر السنين. بصراحة ما صدقتش الكلام لغاية ما فتحت الكتاب المقدس وبديت أراجع النصوص اللي ذكرها، وطلعت فعلا زي ما قال. من هنا بقى بدأت أشك وأفكر في معتقداتي وأسأل نفسي إزاي الكتاب ده ممكن يكون كلام الله وفيه كل التناقضات دي. فالمقصد من كلامي، المسيحي مش هيقتنع إن الإسلام صح لو شاف مثلا واحد بيعرض شهادة إشهار ناس كانوا مسيحيين واعتنقوا الإسلام، أو مش هيقتنع إن الإسلام صح لو شاف واحد بيستضيف مسيحي اعتنق الإسلام. بالعكس، ده هيكره الإسلام أكتر لأنهم فهموه في الكنائس إن المسلمين ضحكوا عليه ودوله فلوس علشان يعتنق الإسلام، وإن الست لما بتدخل الإسلام بتدخل علشان تتجوز واحد مسلم، وقنواتهم الفضائية شغالة ترويج للأفكار دي. واللي ساعدهم على كده واحد مسمي نفسه مستشار المسلمين الجدد، وبيعمل إعلانات ويقول فيها إنه بينتش ويجري. أعتقد اللفظ ده خلى المنصرين يقولوا للنصارى شوفوا المسلمين بيخطفوا بناتنا، وده اللي أكد الفكرة دي عند كتير من النصارى إن فعلا في خطف للمسيحيات. فالمسيح العادي اللي عايز الهداية بيسمع ويقرأ عن أخطاء الكتاب المقدس مثلا، أو عن تناقضات الكتاب المقدس، أو عدم منطقية الثالوث، أو عدم اقتناعه بأسرار الكنيسة. فأفضل حاجة لدعوة النصارى للإسلام هو الرد على الشبهات اللي بيسمعوها من المنصرين وتقديم الأدلة على وجود هذه الشبهات عندهم هم ومن خلال كتبهم ومن أقوال رجال دينهم. وبعد ما المسيحي بيقتنع بأن دينه على باطل وأن الإسلام هو دين الحق، بيبدأ بعد كده يغير مفاهيمه ويبدأ يسمع لعلماء مسلمين ويحاول يفهم العقيدة المسيحية أكتر في القنوات اللي كل محتواها قائم على تقديم مسيحيين سابقين من أكتر من 20 سنة ويقول عليهم مسلمين جدد علشان السبوبة. كل ده لا يمثل أي اهتمام لعوام النصارى. وفي برضو بعض أو معظم اللي بيحكوا عن قصص إسلامهم على القنوات دي بتكون قصص غير واقعية، زي مثلا واحد يقولك أني أسلمت بسبب إذاعة القرآن الكريم، لأن الواقع بيقول لنا أن احنا كمسيحيين اتربينا أن القرآن ده كلام الشيطان، فالمفروض الأسباب تكون منطقية واقعية. فالأول المفروض أن يشك في معتقد اللي بيؤمن به وبعد كده يشوف المعتقد الآخر اللي هو الإسلام. واحد تاني مثلا يقولك ان هو بيقتبس كلامه من كلام الدكتور احمد وديع الشماس السابق في الكنيسة المصرية الله يرحمه. يقولك الشماس السابق قال الصورة اللي زلزلت اركاني في بداية اسلامي هي صورة الزمر، يعني قال في بداية اسلامه وما قالش هي سبب اسلامه. واحد بقى طلع لك في المقدر جديد من ضمن اللي بيقول عليهم مسلمين جدد، يقولك ان سبب اسلامه هي صورة الزمر. طب انت كمسيحي سمعت فين سورة الزمر؟ للأسف اللي استضافه وقدمه للناس انه مسلم جديد هو شيخ معروف جدا، والمفروض حتى يكون عنده تحري عن الشخص ده اللي كل شوية يقول سبب مختلف عن إسلام، وتضرب رواياته دي معناها انه مخادع. والقنوات اللي شغالة بالطريقة دي موجهة للمسلمين وليس للنصارى، لان النصارى مش هيسمعوا النوعية دي من القنوات. بعض المسلمين من البسطاء بينخدعوا بأصحاب القنوات دي، بيعتقدوا أن ده نوع من أنواع الدعوة إلى الإسلام، لكنها دعوة للتبرع وإغداق الأموال لصاحب القناة. قناتي قناة نهى السيد موجهة للنصارى بهدف هدايتهم للحق وتبليغ رسالة الله، وعملا بقول الله تعالى إن عليك إلا البلاغ، والهداية من الله لمن يريد الهداية. فالحرب حرب شرسة من أعداء الإسلام ومن المنافقين ومن المتأسلمين اللي بيعبدوا المال، ولكن متاع الدنيا قليل، فالمال زائل والمناصب زائلة، ولن يبقى للإنسان إلا عمله الصالح. ودايما أدعو بالرحمة للشيخ أحمد ديدات اللي كان من أهم أسباب ترك للمسيحية
واعتناق الإسلام. بس يا أمي أنا ما أقدرش أقول في النقطة دي غير كده. اتفضلي حضرتك. المايك معاك يا حاج، اتفضل. الو، حاجه فاطمه سامعاني ولا ايه؟ طيب حضرتك اخ رامي، ممكن حضرتك تعرض الفويس الخاص بمريم غبور؟ طيب ما طب لما الحاجه سامعاك طيب سامعاني. طب اتفضلي، عند حضرتك تعليق على لا شغل الفويس اللي هي بعتهولك. طيب ثانيه واحده. صوت وصورة من فضلك يا أخ رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت نهى، أنا طبعاً الموضوع وصلني من ابني عبد الرحمن، كل خير من تجاهك، فأنا الأمر بالنسبة لي منتهي، وإحنا إخوة في الله، وإن شاء الله يكون بيننا وبين بعض كل خير، وربنا يوفقك وييسر لك أمورك إن شاء الله رب العالمين، وتكوني دايماً في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت مريم. تمام، أنا ما فيش حاجة بالنسبة لي، من دلوقتي إحنا أخوات، ما فيش أي حاجة، وعفى الله عما سلف. شكرا. طيب إيه اللي حصل بقى بعد الصوت كده؟ كان واضح؟ لما أنتوا اصطلحتوا إيه اللي حصل بعد كده؟ يعني إيه اللي شعل للنار دي؟ ما انا هقول لحضرتك. بالنسبه لموضوع مريم غبور، طبعا انا في البدايه اتحدى اي شخص يجيب لي مقطع سواء صوتي او مرئي بتكلم فيه عن مريم غبور على الميديا بكلام وحش او كويس. انا ما اتكلمتش عنها باي حاجه سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك، بالرغم من اني في احد الاشخاص اتدخل في شهر مايو الماضي في شهر 5، عرض عليا الصلح، فقلت له انا ما عنديش مانع، يعني انا عادي مش فارقه، يعني لا تشكل يعني، وفي اي مشكله كانت بيني وبينها وخلاص، يعني المشكله دي ما كانتش تعدت الخاص، يعني ما تعرضتش على الميديا، طلب مني الصلح. انا وافقت وقلت له طيب تمام، زي ما السكرين موضحه او الفيديو اللي اتعرض موضح، تبعت هي صوت وانا هرد عليها، وطلبت منه فعلا كده، وفعلا هي بعتت فويس اللي حضراتكم سمعتوه، وانا كمان بعت الفويس ورديت عليها، لغايه كده المفروض ان الموضوع تمام والامور خلاص انتهت، مفيش اي مشاكل واحنا اخوات في الله. ايه بقى اللي حصل وخلاها تطلع في قنوات الروايبده دول، وتطلع مع مراته وتساندها في الاكاذيب، مش بس كده تطلع على القنوات الثانيه وتحكي نفس الموال؟ مش عارفه بصراحه ايه تفسير الموقف ده، بعد ما خلاص خلصنا في شهر 5 اللي فات، طلعت ثاني تتكلم بالطريقه اللي حضراتكم سمعتوها على الميديا. انا بالنسبه لي يعني ما فيش اي مشكله، بس انا حبيت اعرف الناس ان احنا اتصالحنا مع بعض في شهر مايو، وهي من نفسها كده جددت الخلافات. مش ممكن اتعملت فتنه بقى بينكم؟ يعني حد عمل فتنه مثلا ووقع بينكم؟ والله يا امي انا مش عارفه، يعني مش عارفه ايه اللي حصل او ايه اللي اتحكى لها، وحتى مهما كانت حكى لها المفروض تواجهني وتقول لي، يعني بعد الصلح ده المفروض ما فيش كلام تاني يتم بالسوء، فمش عارفه ايه اللي اتحكى لها او ايه اللي حصل، مش عارفه، الله اعلم. يعني هي في 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 بس العصابه، انا مسميها بس العصابه ده. قالت اتهمتك ان انت قلت كلام في عرضها وفي شرفها ووصلت لي الكنيسه. طيب هل في اثبات على الكلام ده ولا كلام عشوائي كده الناس بترمى بالاتهامات كلام عشوائي؟ وانا ايه علاقتي بالكنيسه اصلا؟ ولو لي علاقه ايه الدليل على ان لي علاقه في الكنيسه؟
بس ده اللي انا عايزه اقوله، يعني ده بالنسبه لموضوع مريم غبور. يعني هي ما كانتش طرف معني اصلا في المشكله، هي تم اقحامها في المشكله كده، انا مش فاهمه ليه. اكيد في حد سخنها زي الواد عمر بن الاسلام ده، ما بيسخن. والله يا امي انا بالنسبه للتسجيل اللي انا ذاته على القناه عندي، اللي هو التسريب بتاع ياسمين واللي حضرتك قلت عليه ده، يعف لساني عن ذكر اسمه. هو اللي بعته لي من تقريبا سنتين، ومعايا الدليل يثبت ان هو اللي بعته لي، وانا ممكن اعرضه للي عايز يطلبه. هو اللي بعته لي، والفيديو بتاع المنتقبه هو برضو اللي بعته لي، وانا ما اتكلمتش عنه لانه لا يعنيني بشيء. انا كل اللي يخصني هي الدعوه والظاهر للناس، انما هو بقى ما اعرفش ايه اللي قاله. طيب مين اللي سرب الفيديو بس اللي فيه الواد ده بيتكلم على المحامي وبيفضحه وبيقرر؟ مين اللي سرب البث ده؟ والبث ده كان على تليفون مين اصلا؟ البث ده هو الولد ده بعته لي من سنتين تقريبا، كان على تليفوني وانا مش مستخدمه ولا اي حاجه. لما حصلت الخلافات والتشنيع ده، هو اول حاجه عملها مسحه من على التليفون. بس هو معلش سوري غبي، انا كنت محتفظه، انا محتفظ بكل ملفاتي على اللابتوب. فاضطريت ان انا لما انا زعت البث ده عندي، زعته لهدف واحد، ان انا اعرف حقيقته للناس وحقيقته للي بيشتم فيه في الفيديو. مش ان انا بعادي حد بعينه، لا، انا بس عايزه اعرف الناس حقيقته وهو بيتكلم على الناس في غيبتهم ازاي. اول من نشر التسريب ده هو انا وقناتي. اي قناه تانية نشرته بعدي، بدليل شوف التوقيت اللي اتنشر فيه الفيديو ده على قناتي، وشوف التوقيت على قناه المسيحيين او النصارى. وكمان هم استعانوا بالصوره المصغره اللي انا عاملاها للفيديو بتاعي اللي على قناتي. يعني ممكن يتابعوا تاريخ نشر الحلقه، وتابعوا تاريخ حلقاتهم هم. وببساطه انا اديت الناس دي التسريب ازاي يعني، وارجع. طب لو انا اديته للكنيسه زي ما هم بيقولوا، ارجع ليه انشره تاني على قناتي؟ يعني مش انا كده ابقى بحرق نفسي؟ لا، واضح ان العلاقه بينك وبين الكنيسه سيئه، يعني واضح جدا. يعني انا اكتر واحده شتمت واكتر واحده تعرضت لمضايقات لدرجه اني سبت مصر خالص وطلعت بره مصر. انا لو حبيبتي الكنيسه زي ناس كده محاباه للكنيسه وللامن وحبايب، كنت هقعد وهنزل اعلانات على نفسي وابقى عادي جدا ومش خايفه من حاجه. انما انا لو انت دفعتي ثمن، هم ما دفعوش ثمن. انت غياب ولادك عنك ده ما هو ثمن، يعني بالظبط ثمن. بس لا يعلمه الا الله، لا يعلمه الا الله، وثوابي هاخده من عند ربنا مش من العبد. فكل اللي بيقولوه ده كلام فاكس اصلا، شويه عقل بس، ذره تفكير. ازاي القنوات المسيحيه تعرضه وانا سربته للقنوات المسيحيه، وبعد كده انا ارجع انشره على قناتي؟ ده انا ابقى مش كده، ابقى هبله هبل اكيد، انا كده بحرق نفسي. طب انا خلاص طالما اديته للنصارى، ليه طيب انشره على قناتي؟ ما هو في واحد كان كاتب تعليق تحت بيقول ان السيده نهى هي سبب الفتنه لان هي ذاعت ده. هو انت يهمك انها ذاعت ده، ولا يهمك انها كشفت حقيقه واحد وسخ؟ ايوه يعني نفترض بشات، هو اللي قال عليه مش انا. يعني هي مثلا ما سالتهوش حاجه اصفره وقالت له قول الكلام ده؟ لا، ده هي بتفضح واحد. الواحد ده يعني هو لو قدامي يعني كنت مسكته بصراحه، مش عارفه كنت هعمل فيه ايه. ليه؟ لان الشخصيه دي قاعده بتقرر في البيت. كما لو كان مثلا هنفترض ان المحامي كويس، هنفترض كده، هو بيخلي البت تقول كلام وبيديها إيحاءات. لا، والسخيه، لا، قول إنه كان بيشرب، بيقررها. يعني هي ده اللي يهمك، إن السيدة نهى نشرته، ولا اللي يهمك كشف حقيقة القذر اللي هو بيجي على النجم بتاعكم وبيشوهه؟ هو ده بقى كان اللي يهمك. وبعدين يطلع يقول له إيه بجارة؟ قال أنا آسف. طب هو قال له انا اسف، والقذارة كلها والفتنه كلها طالعه منه، اشمعنى بقى نهى السيد حاطينها في دماغكم؟ ها، اشمعنى؟ بينت لكم حقيقتكم، انتوا حقيقتكم قذره اصلا.
يعني انا كنت اعرف منكم كده في بعضكم، على فكره انا حافظاهم صم، يعني لو كان بالنسبه للمتابعينك يا نهى ما يعرفونيش، لكن التانيين ها عارفيني كويس قوي، فانا حافظاهم صم صم كلهم بهذه الصوره، بيشتموا بعض وهي عصابه يتقسموا على الفلوس، والشغله دي كلها قايمه على الفلوس، والعنتيل الكبير بتاع اليوتيوب بتاعهم شيخهم كلقيلة هو اللي رباهم على كده، هو رباهم على كده، ومعروف هم. وساعة ما طلع الواد التاني ده بتاع ابن الإسلام كنت بسمع من اللي معاه وحواليه عشان ما تبقاش فتنة من نفس الجروب انه سيء جدا، بقى مرة نعرف منين انه بيبيع عسل، اعرفها منين دي، بتاع بلاليص يعني. ده مش هم اللي قالوا كده، وانا اعرفها منين، كنت عنده يعني في البلد وعارفة، هم كلهم اللي حواليه. الغريب يشتموا ببعض ويهبوا ببعض، وبعد كده عشان السبوبة يتلموا على بعضيهم. طبعا اردم اردم. انا في واحد قبل كده طلع شتم العجل السرجة بتاعهم بقى، العجل الكبير، سبوا في عرضه وقال يا جماعة قفلوا على كل حاجة، ما يفرقش معاهم دول، ما يفرقش بس ايه عض كتفي ولا تعض رغيفي، هو كده، لا عض قلبي ولا تعض رغيفي، عض قلبي ولا تعض قلبي ولا كتفي. لا قلبي هيعض قلبه ازاي مثلا؟ ما هو عض قلبي يعني موتني وما تعضش في لقمه عيشي. طيب موتني وما تعضش لقمه عيشي. هم دول بقى يعني اخطات انا في المثل، معلش مش مشكله. ما احنا بقى لحم كتفك من خيري يعني، كله ماشي. المهم يعني ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه. ان الجماعه دول مشكوك في امرهم. يا جماعه انت يا نهى ما جبتيش العطله، يعني احنا عارفين كلامك مصدق لدينا، لان احنا عندنا تجربه قبل كده في اليوتيوب قعدت لها بالمستندات، لما واحد عبيط يجي يقول لك طلع بالمستندات، يا ابني ده احنا قعدنا من 7 لـ 8 أشهر نعرض في مستندات لما قلبنا اتخلع عند قناه احمد ابو مالك على السرقات والنصب والاحتيالات. فاللي يجي يقول لك فين المستندات، لا يا بابا بقى مش مسؤولين عن تخفيلك، احنا بنقول لك قعدنا 6 شهور 8 أشهر نعرض في مستندات لما طوب الارض عرف، وهو اختفى 6 7 شهور بعديها، وطلع بثوبه الجديد ويجيب لي بقى بتاع البلاليص والتاني ابو كرافتة عشان خاطر ايه يتلمعوا تاني. والغريب بقى ان ساعة المصالح بيتصالح. يعني كان في خلافات كبيرة قوي وكان حقه، وقعد بيقول ابن الاسلام جاب لي بتاع ده اوضه نوم، لما كان حقك مش في اوضه نوم، ده كان حقك من الدكتور محمد، كان باعت لك فلوس تجيب فيها اوضه نوم وسفره وثلاجه وبوتاجاز. ما قلتهاش ليه ما قلتهاش؟ بس الشاطر طول بتعايروني، لا اشمعنى انت طلعت قلت على ده وما قلتش اللي كان حقك في الفلوس دي؟ ما قلتش ليه؟ بس طلعت تقول ايه جبان ده اي جمل. كل اليوتيوب عارفك انك انت كده، اوعى تفتكر ان بالطريقه دي انت نفسك كنت لاخر دقيقه ضد. فابن الاسلام عرض عليك تعالى وهنكسب، ولما راح لهم محمد مجيد في العقيقه بتاعت ابنه في اسكندريه قال له احنا هنلم فلوس ونقسمها على بعضينا، ومحمد مجيد رفض مرضيش، قال ده توبهم مش من توبي. فانتوا بتمثلوا علينا الشرف، لا انتوا معروفين من زمان، بس هي غلطتنا يا حاج خالد ان احنا قفلنا الباب بدري بدري، كان المفروض نستمر عشان ما تقوم لهمش قومه، لكن سمعنا كلام الناس بقى وخلاص وتعرفوا. لا عرفت ان انتوا اللي كنتوا غلطانين، لو كنا استمرينا ما كانش قاموا تاني زي الدبان، لكن للاسف الشديد ده اللي حصل. فانت مش بتقولي حاجه احنا مش عارفينها، لا انت بتكرري ان هم فعلا لسه مستمرين في المهزله، وبتفوقينا ان احنا كان المفروض نستمر فعلا.
يطلع بقى في الوقت ده في شيخ ضلالية بيقول لك يعني بيشرع المتشرع يشرع السرقة ويحللوا النصب. ده مش دين، ده مش دين. وإن كان واحد فيكم يقبل إن هو ده دينه فأنتوا لكم دين وإحنا لنا دين. إن كان دينكم قايم على النصابين وإنتوا فرحانين بيه خلوه لكم مش باعوا بيهم، بس شوفوا لكم دين غير ديننا. خليها بقى سموها دين اللي إنتوا عايزين تسموه، ده أي شيخ ضلالي عندكم خدوا ويبقى ده دين جديد بقى ما نعرفوش، إحنا مش عايزينه. الدين اللي قايم على التطبيل، الدين اللي قايم على قداسة لشيخ النصابين وسب الأعراض دي بقى اللي حاجة قذرة جدا جدا يعني. يعني كل من هب ودب يشوف واحدة ست، أعرف شيوخ دلوقتي كل ما يشوفوا حد يخالفهم يمسكوا الست يبهدلوها. في إيه؟ مش لاقيين حد يلمكوا ولا إيه؟ لا ما دي مش بس دي مش بس قلة دين، دي قلة رباية. ما هو سب النساء، سب النساء بصفة عامة يعني. أنا فاكر كان في لما أبو جهل كان ليلة الهجرة بيبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وراح لبيت سيدنا أبو بكر الصديق واتخانق مع السيدة أسماء، فقام ضاربها بالقلم، فبعد ما فاق لنفسه قال لهم اكتموها علي ألا تعيرني العرب. يعني الراجل الكافر عارف مقام النساء وعارف ان الإساءة للنساء دي حاجة مش حلوة، دي حاجة ايه؟ حاجة تعير بيها. يعني الإساءة للنساء حاجة الواحد يعير بيها مدى الحياة. لما كانوا محصرين بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة قبل رحلة الهجرة، بعض الناس اللي موجودين من الشباب الصغير بقى اللي هم ايه وقتها كانوا هم اللي مش يعني شباب لسه ما يعرفوش اخلاق القبيله، بيقولوا للكفار الكبار المحصرين البيت هل تصورنا البيت يعني ما دخلناش، ليه ما ندخلش نهجم عليه في البيت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فقال له يعني الكفار ردوا عليه وقالوا له وتقول العرب هتكنا ستر بنات محمد. يعني احترام النساء ده كان موجود عند الكفار من قبل الاسلام، فما بال الاسلام لم يهذب المسلمين. يعني في مسلمين دلوقتي موجودين الاسلام نفسه ما هذبهمش، يعني الكفار اخلاقهم كان احسن منهم بصراحه. بس معلش قطعتك انا اسف. لا ولو لما يكون هو بيقول لك انا شيخ ومربي ده ما هو دي مصيبه اكبر، دي المصيبه الاكبر، دي مصيبه اكبر. يعني الكافر لا يرضى اهانه النساء، والمسلم الغير علمي يرضى اهانه النساء. يعني دي يعني دي عقوبه يعني بصراحه. يا نهى انت مش اول ست في اليوتيوب تتهاني، في ستات كتير اتهانت من شيوخ وبسبب ان هم برضو عايزين يسرقوا فلوسهم او ان هم يستغلوهم لاغراض شخصيه. على تيل اليوتيوب دول اللي لازم يتضربوا بال يعني بالنار بصراحه، يعني لان عيب قوي لما تستغل المراه. اختلفت في الراي لازم تاخد المراه في سكتك يعني يا اخي، ما تتلم وتسكت، ما تحترم نفسك. وبعدين هو لما كان متابعين نفسهم في نقطه يقول لي هنا في الموضوع بيبقى معلش انا اسف في الكلمه يعني الضحيه عليها عامل. يعني انا دلوقتي لو انا في عندي اثبات ان شخص ما سبني وانا ما عملتش ضده بلاغ قانوني يبقى التقصير ده من عندي انا اللي كده قصرت في حق نفسي. مش كل يعني ساعات بيبقى جزء كبير من الجريمه ان انا ما عملتش الواجب اللي عليا للدفاع عن نفسي. يعني سهل قوي دلوقتي في اي دوله في اي مكان ان انا اعمل بلاغ في مباحث الانترنت على ان شخص معين اساء باللفظ لي سواء عربي او اجنبي، فده متاح يعني. فساعات كتيره بتبقى امي السبب في 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 ان الظالم او الشخص اللي بيظلم وبيسيء بيتجاوز مره واثنين وثلاثه ان الناس اللي اساء لهم او الناس اللي اساء في حقهم سكتوا. فسكتوا فهو بيسوء فيها، ما طبيعي وما لقاش حد يرجعه لانه ما لقاش القانون. القانون محتاج حد يبلغ، القانون مش هيعاقب الناس
كده يعني من غير البلاغ، ما فيش سلطه للبلاغ. معلش انا اسف انا قطعتك كتير النهارده. طب وليه اساسا لما يقول لك طبعا انا قلت لفظ المسلم الجدد دي سبوبه، ليه بقى بعديها؟ وده اللي بيحصل يا جماعه، اسمعوا لهم واسمعوا كتابهم المقدس اللي هم عايشين فيه. واحد خرج من المسيحية المفترض والله ما يبص في الكتاب المقدس ده خالص، المفترض ان هو عايز يشبع من كلام ربنا. انا ما بشوفهمش كده، انا بشوفهم الكتاب المقدس. هو انت يا ابني مش اسلمت؟ ما تروح تذاكر قرآنك احسن وتفهم دينك من خلال القرآن والاحاديث. لا، عايش في الكتاب المقدس. هو انت يعني مش عايز تنسى ان انت كنت مسيحي في يوم من الايام؟ اللي زيك والغرب بيعمل كده، بيقعدوا يدرسوا في القرآن ويتعمقوا فيه ويعيشوا كلام الله اللي باقي من عمرهم. لا، دول على طول عايشين نايمين في الكتاب المقدس. طيب لاحظوا حاجة، ان هم دايما يقولوا لك ايه، ودي مصيبة سودة برضو فيهم الجماعة دول. طبعا مش كلهم، في محترمين وفي قلالات أدب، قلالات أدب تربيت شيوخهم. يعمل البث ايه، يقول لك اسلام في بس، كان قريب عند قلقيلة، ويقول لك اسلام واحدة ست بس مش عارفة اسمها ايه، حد هو مازن الرنتيس اللي عارف اسمها. انتوا عارفين يا جماعة الحكاية دي بيحصل فيها ايه؟ خدوا عندكم بقى عشان تعرفوا انهم شوية سفلة. من 3 سنين طلع وقال ان في واحدة يهودية واسلمت، واليهودية اللي أسلمت دي هنعلن إسلامها، تيجي تعلنه في عندنا في القناة. وكان في قناة تلميذه، مش عايزة أقول اسمه دلوقتي لأن هو بصراحة محترم نفسه، والاتنين بيتخانقوا، لا هي تعلن إسلامها في قناتي، لا تعلن إسلامها في قناتي. عارفين إيه اللي حصل لما قالوا على اسمها؟ طبعا سارة النعيمة عارفة القصة دي وكلنا عارفينها. يعني هم يهود متعصبين، لما عرفوا باسم البنت واللي هتطلع تعلن اسلامها عند اسمه ايه ده البتاع ده قلقيلة، فراحوا مضربينها بالنار. يعني البنت لغايه دلوقتي قاعده في ذنب مين بقى يا بتوع الكنيسه اللي هتشمت فيكم؟ ذنبها مين يشيله؟ هل هم تابوا عن الموضوع ده؟ لا. انت من يومين مطلع اسم واحدة برضو اسلمت. طب هو انتوا متخلفين عقليا؟ طب ما هي الواحدة اللي بتسلم ما بتسلمش من اهلها، هتتقتل عشان انت عايز سبوبة؟ يا اما بقى انت كذاب وعاملها فيلم كده هو زي ما متعودين على افلامكم، وتلموا من وراها فلوس لان بعد كده عايزة تهرب من اهلها ونعمل لها شقة، وده اللي بيتقال. يا إما أنت هتودي الست في 60 داهية لو هي حقيقية، المهم جيبك يتملي، فاهم يا عجل السرجة؟ المهم جيبك يتملي. بتتكرر من تلاميذك ماشيين على نفس نهجك. الست دي اللي بتسلم المفترض محدش يعرف عنها، لا بيهللوا ويخطفوها. انتوا لدرجة واحدة قبل كده من سنة ونص قلت لهم ابعدوا عني الدكتورة دي، ابعدوا عني ملكوش دعوة بيا. فانتوا ليه ما بتفهموش؟ ليه عايزين تهيجوا الناس عليها؟ المسيحية اللي بتسلم بيبقى عداء الناس لها من قومها او من دينها. ليه ما بتحطوش في اعتباركم الكلام ده؟ لا مش مهم، المهم احنا جيوبنا تتملي. المهم زي مثلا قصة البنت اللي اتسرب في التليفون، يعني لما الواد الاهبل ده بيقول لها ايه ما ادكيش فلوس على المحامي، تقول له لا بيعني ذهبي. طيب هو يقول ايه؟ حد بيتكلم؟ لا اتفضل يا ام. بيعني ذهبي. قال لا. طب ما هو لما بيعك ذهبك هو مش اكيد برضو لما عليك فلوس؟ يعني هو بيفتح ببان ليكشف حقيقتهم ويرجع يعمل. طب ما انت سبب الفتنة يا منيل على عينك، ومين كان سبب الفتنة وقالت وعادت؟ ما هو انت
ما هو انت، وبعدين انا عايزك تعرف التهديدات بيهدد بيها السيده نهى، بعتتها لك ولا لا؟ ثانيه واحده، المكالمه قصدك لا، هو كان بعت لها تهديد. انت بعتيه يا نهى؟ انا بعته للاستاذ مازن. طب ثانيه واحده، ثانيه. اتفضل اتفضل. بيهددها المحترم اللي هو مكتوب تسجيل عمرو ونهى السيد؟ لا لا لا، استني، هو عندنا اللي هو بخ بخ ده. ايه ازيك يا نونو؟ طب ممكن تبعت، ممكن تبعتي لي يا امي على الواتس؟ ابعته لك، بس انا بدي ابعته. لا ده مش عندي انا، ما معيش غير المكالمه والفيديو اللي انا عرضته. مش عارفه ابعته لها، لان بتك على البتاع مش عايز يشتغل. طيب انا هقوله من هنا. ده باسم سليمان اللي بعته لك؟ لا لا، دي زوجة المرتزق. طب اقري من عندك، انا الكابوس اللي هيطلع لك في احلامك. طيب قولي لي بقى، جوز المرتزق اللي هو باسم ولا التاني؟ لا لا، زوجة اللي هو الولد اللي قلتي على حضرتك عليه بيبيع العسل. طيب العسول ده مع عقبال ما يبيع بصل مرمم. طيب ادي تهديد بعته لها. انا الكابوس اللي هيبقى في خيالك ولا في احلامك، يعني بيهددوها. في كمان واحد تاني، خلي بقى ابو اسلام ينقذك من ايد المسلمين يا نونو، وانتظريني على العام انت وابو اسلام، حبيبتك نهلة. طبعا يا نونو، نهلة دي مرات الواد؟ ايوه. طب وريني شطارتك يا اما، وريني شطارتك كده، وريني طولك وعرضك، وانا هخصص لك قناة ليل ونهار انت وجوزك. وريني شطارتكم بقى ونعلمكم، واذا كنتوا انتوا كده مش عايزينكم في ديننا، روحوا شوفوا لكم دين تاني غير ديننا، ادام انتوا سفله كده. طيب في ايه تاني هنعرضه كله؟ انا كنت عايزه بس اعلق على نقطه معينه، يا ريت بس شويه حكمه كده من الناس علشان ما يضحكش عليهم من شويه المرتزقه دول. تاني حاجه عايزه اتكلم عنها، المسيح الدجال، المسيح الدجال ده اقنع اتباعه ان نهى السيد عرفت من خلال نشرها للتسريب ده مكان المسلمات الجدد. طبعا اللي هو كان بين الرويبده وياسمين صبر. طيب احب اقول لكم على حاجه غايب، يمكن تكون غايبه عن تفكيركم. النصارى نفسهم لما اختفت ياسمين صابر من عندهم، طلعوا في القنوات بتاعتهم وقالوا ان ياسمين موجوده في الغردقه مع واحد اسمه فلان الفلان، وذكروا اسمه. ارجعوا كده للقنوات النصرانيه عندهم وتاكدوا بنفسكم، يعني المكان معروف وكويس قوي لكل الناس. وعلى فكره برضو الامن لما بيحتاج يوصل لحد من الاشخاص بيوصل له. طبعا المسيح الدجال بيفتخر انه بيخلص ابرياء المسلمين. طيب بالتالي الشخص ده هو المسؤول امام الجميع، ان هو المسؤول عن الحالات اللي بيتم اسلامتها، وبالتالي الطلب منه بيكون مباشر. يعني لما الكنيسة بتطلب حد من الامن، اهلهم بيصوتوا هاتولنا بنتنا، هاتولنا بنتنا زي ما توعدناهم. الامن بيطلب من الشخص اللي هو بيقدم الحالات دي، المسؤول عنها على الميديا، وبيخلص اوراقها وبينشر اعلانات ليه ان هو مسؤول مسؤوليه قانونيه ان هو خلص الاوراق دي، وبيبعت له تعالى يا فلان الحاله دي تبعك. طبعا هو مش هيقدر يقول الحاله دي مش تبعي، ما انت ناشرها على مسؤوليتك اهو، من خلال الاشهار بتاعها اللي اتنشر واخذ الاكلاشيب بتاع مكتبه. اذا هو المسؤول عن الحاله دي امام الامن. انا مش بلقي تهمه على حد، انا بس بلقي التفكير وحضراتكم تفكروا، يعني شيء من العقل بس. يعني مثلا واحده زي ما اتكلمتش كتير على بشتم ولا بتاع والكلام ده عن النصرانيه، لا انا بتكلم بالحجه وبالدليل وكلام اكاديمي ومن اقوال ابائهم وكنايسهم. الامن الوطني عمل ايه معايا؟ اضطهدني لدرجة ان انا سبت البلد وطلعت بره، لمجرد ان انا مش بتكلم. بس انا اخونا احمد سبيع ما كانش بيتكلم حاجات وحشة، كان بيتكلم كله بالحق وبالدليل وكلام علبي وما فيهوش اي لغط. معلش استاذ نهى، انا اسف، بلاش النقطة السياسية الله يخليك. يعني طيب تمام، انا مش بتكلم على السياسة، انا دلوقتي انت فاهمة قصدي، انت فاهمة قصدي بالله عليك.
بالعكس. فاهمه فاهمه. انا دلوقتي كلامي بينصب في نقطه واحده، ان شخصيه معينه بتعلن على الملأ ان هي مسؤوله عن المسلمين الجدد، وبعد ما الحاله دي بتاسلم يومين ثلاثه او شهر حتى، وبنسمع ان الحاله دي رجعت. طب انتوا فكروا بعقلكم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل بس. وليكم التعليق. بعدين ياسمين صابر اصلا في التسريب قالت ان الامن ده الجونج قدنا من نفس الشقه، يعني المكان ده معروف، مش نوع السيد هي اللي عرفت فين المسلمين الجدد. فريد شويه عقل، سابوا كل المعلومات اللي في الفيديو، مسكوا ان نوع السيد عرفت فين المسلمين الجدد، رجعوا قنوات النصارى وشوفوا المذيعات عندهم بيقولوا ياسمين صابر موجوده فين ومع مين. وبعد كده تعالوا اتكلموا ان نوع السيد. لا بس انا سمعت، انا سمعت من الواد دوت بتاع البلاليز ده بيقول ان المحامي هو اللي بلغ عنه وبلغ عني انا كمان. هو قال كده، هو قال كده والله، هو قال سلمني مرتين او ثلاث مرات. بس فين بقى اللي يفكر؟ كله مسك في الشقه بتاعت المسلمين من جدد سلمت. طب ما بسيطه، ما تشوف لهم شقه تاني، مش فلوسك كتير، شوف لهم شقه تاني. ولا انت جات لك على الحته الحساسه؟ ما هو انا دلوقتي مش بحارب ناس باكي على الدعوه، انا دلوقتي بحارب ناس في اكل عيشها. ده سبب الحرب الشديد عليا، مش مجرد دعوة. لا، هم الدعوة لا تمثل ليهم يعني حاجة، هم بس أنا دلوقتي دخلت عيش الضبابير بحارب الناس في أكل عيشها، علشان كده الحرب دي شرس علي. أدي الفكرة بس، ربنا يصلح حالهم. طيب احنا هنا من الفكرة بتاعتك دي نبدأ نقول للناس زي ما قبل كده لما هدينا الحرامية بتوع اللي بيسرقوا المسلمين، قلنا لهم اسمعوا لهم، لو انتوا شايفين عندهم علم اسمعوه، بس مش لازم حضراتكم يقولوا لكم بقى ايه عايزين نذبح للاخوه. الاخوه طب ما احنا عندنا مسلمين جعانين مش لاقيين ياكلوا، اشمعنى يعني انت لو جبت لي مثلا ساي 200 مسيحي او 5000 مسيحي اسلم، خلاص كام عندك بالملايين مصريين مسلمين بالفطرة أغلب من الغلب؟ حمقتك ليه على دول؟ عارف ليه حمقتك على دول؟ عشان انت بتسمصر في الموضوع، انت بتقوله وتستعطف الناس اللي قاعدة بره دي، يقولك طب ما الناس اللي قاعدة بره دي عارفين ان ملايين مصريين مش لاقين يأكلوا، لكن دول بقى لا اصلهم اضطهدوهم ورمينهم في الشارع. انا اتقال لي الكلام ده من كلهم، عشان كده انا ادرى الناس بيهم. عايزين نعمل له كشك، عايزين نعمل له مش عارف نجيب له توك توك، عايزين، كان بيتقال لي الكلام ده. طب ما انا عندي مسلمين غلبه واغلب من الغلب. المسيح اللي دخل اتفضل. ممكن يا جماعه تركزوا مع التعليقات لو سمحتوا يا جماعه، سارة والادمن اللي موجودين. بص التعليقات دي حتى لو سلبيه انا عايزاها عشان هرد عليها. انا بحذف، انا بحذف التعليقات يا امي، معلش انا بحذف التعليقات المسيئه. يا بابا اسمعني، اللي يقل ادبه يغور في 60 داهيه، لكن اللي هيقول فكره معينه نرد عليه حتى لو مش فكره الاساءه اللي بحذفها. انا عمري ما بحذف افكار حد، ما اللي يقول يعني هو حر يعني. انا بعرض تعليقات الناس كلها، لكن انا بتكلم على الاساءه يعني. الاساءه طيب واللي بيدخل ده يسيء لايه؟ للستات برضو؟ يبقى انت زيهم، يبقى انت لا مؤاخذه، يبقى انت لا مؤاخذه ومش عايز تنضف لا مؤاخذه، يا انت زيهم يا انت هم، عشان ما فيش واحد هيتحمل وزر ده الا انتوا. يبقى انتوا تلامذ، حتى لو فرضنا ان مش انتم هم باسماء فيك، يبقى انتوا بتربوا جيل وسخ، يبقى انتوا بتاسسوا الدين مش مظبوط، يلزمكم ما يلزمناش، وهنحاربكم وهنحاربكم، لان ديننا مش كده. لان اللي قاعدين بيتكلموا ستات، فلما الستات دي جايه تفضحكم وتبين بلاويكم، ف يبقى يفضحتكم. روحوا بقى لو عندك شنب اخلعوا وارمي رجولتك في الشارع، لان انت ما تستاهلش يتقال عليك راجل. ما المشكلة ان حضرتك مش عارفة هو راجل ولا ست، ما دي مصيبة. الست يعني ما تعملش الكلام ده. لا لا لا،
انا قصد مش قصدي مش افهميني افهميني يا امي انا بعدين معلش التربيه السيئه التربيه القذره طالت الستات والرجال معلش مع احترامي لحضرتك طالت الستات والرجال فمش بس الرجاله بتغلط الرجاله بتغلط والستات بتغلط والهدف ان اللي بيسيء يعرف ان هو اساء يعني الهدف ان الشخص اللي متربى غلط يتربى يا راجل او ست مسلم او مسيحي معلش انا اسف على المقاطعه لا ولا يهمك هو طبعا انا وجهت كلمه قبل كده للبهوات اللي كانوا السبب اللي بيقول لك يعني انا لما كنت في قناه نهى فواحد بيقول لك عليا انا هنا سبب الفتنه يا عره العرر انا طالعه اقول لكم الفتنه اللي انتوا سببتوا فيها خلت القنوات المسيحيه تتكلم عن ولادنا بناتنا بسوء يا اللي ما عندكش رجوله ما جيتش قلت للكلاب بتوع بس العصابه احترموا نفسكم انتوا هتفضحونا ليه فانتوا اكيد منهم من العصابه اكيد يعني ولو اتبعهم طز فيكم لان احنا مش عايزين الاشكال دي بصراحه لا يعني الدين ما يتصرفش باشكالكم المخنثين اللي ما يعرفوش يعني ايه قيمه دينهم ما يعرفوش يعني ايه احترام دينهم وما يعرفوش ان اللي يستغل الدين في السرقه لا ما ينفعش انا دلوقتي لو واحد حرامي وقدام القاضي خلاص القاضي هيعفو عنه عشان هو مسلم هدي منطقهم بقى ما ينفع شتم مش مشكله لا مشكله حقوق اعراض سرقه ناس قبل كده واحد راح سرق واحده غلبانه ومسكها شتمها كمان فيكوا ايه فوق النار الصوت بيقطع يا أمي الصوت بيقطع الصوت مش موجود دلوقتي يا حاجة الصوت ألو ألو طب حضرتك سمعاني كده يا أستاذة نهى أيوة أنا سامعة حضرتك كويس طيب تمام طيب انتظر الحاجة فضل زي ما قلت لك ساعات كده بس راح يقوم الشاشة بتاعت البتاع ده وأقعد أعمل الصوت قطع مرة واحدة الصوت قطع ما هيقطع ما هيقطع عشان اللي بيقفل ما علينا التليفون تمام طب تبقوا تصبروا عليا شوية طيب في أي حاجة عايزين تضيفوها نوها قولي طيب أستاذة نوها لو عندك أي تعليق يا أستاذة نوها تفضلي المكان مكانك تحت أمرك ربنا يحفظك ربنا يحفظك في النهاية بس أنا أحب أوجه كلمة للناس اللي بيقولوا على نفسهم مسلمين جدد طبعا أنا مش موافقة على المصطلح ده بس ما علينا والله أنت لما أسلمت لله وحده يعني أنت لو راجل وفيك نقطة دم ما تاخدش تبرعات من الناس على حس ان انت مسلم جديد مصل معلش انت لما اسلمت ما شلتش حضرتك كنت بتشتغل قبل الاسلام تشتغل بعد الاسلام نفس شغلك انت ما فيش حاجه اتغيرت فيك انت لا لبسك ولا لبست حجاب ولا اي حاجه ده بالنسبه للرجاله اللي هم مش بيشتغلوا وعاملين سبوبتهم ان هم بيمولوا المسلمين الجدد والمسلمين الجدد اصلا ما حدش بياخد من حد حاجه اصلا لو في حد عايز يتبرع لمسلم جديد معلش يتبرع له مباشره دايركت مش يتبرع لمندوب ما هو معاه طاقته ممكن يصرف اي مساعده انت هتبعتها انا بناشد هنا اللي بيدعموا الناس دي انتوا حضراتكم بتشجعوهم على التسول لان في فتنه بتحصل المال ليه فتنه فإن المفترض اللي عايز يساعد مسلم جديد بشخصه بعينه يبعت له المساعدة ليه شخصيا بعدين عايز أقول حاجة في تعليق جالي بيقول لي ما أنت مش بتبيع سبح وعاملة رابط بيبال وباترون عاملة رابط بيبال وباترون خاص بقناتي اللي عايز يتبرع للبيبال والباترون لنهى السيد أوكي مش عايز خلاص أنا ما بقولش هات له فلان وفلان وفلان فدي تختلف عن دي كل القنوات الأجنبية قبل العربية حتى الروابط دي على قنواتها ده مش عيب ولا ينقصني بشيء العيب واللي ينقص
اللي بيلم لناس تانية وبياخدها لنفسه. أظن كلهم عارفين إيه اللي بيحصل. طيب هو من كلمتك دي أخدها أنا بقى وأقول لك، أنتوا بتقولوا ده بيسد صغر، بيسد حائط للإسلام، ماشي موافقين، هو لازم يبقى حائط للإسلام إحنا اللي نبنيه يعني. طيب ادفعوا في الباترون زي ما هم بيحطوا 50 و100 والكلام ده كله، لكن ما يجيش يقول لك بقى إيه أخوك المسلم الجديد مش لاقي ياكل بقى له 4 أيام ماشي في نايم في الشارع، أخوك الجديد عايزين نعمل له أضحية، كل الكلام ده نصب، ما تسألوش فيهم، هم بياخدوا الفلوس دي لنفسيهم، وإحنا مرينا بتجربة وللأسف من العصابة كان في بيمر بنفس التجربة دي، ودلوقتي طالع يمثل على الخلق وكلنا عارفين إنه كذاب، وكل القنوات اللي هي عارفاه وكانت متابعة من زمان أسقط من نظرنا جميعا. ليه؟ لأنك أنت إزاي بالشكل ده عارف ان فلان ده نصاب وبتلمعه وزق عليك الواد ده ابن الاسلام ده عشان يجرك عشان تطلع وتنفخه؟ ها اياك تكون فاكر ده ربنا هيحاسبك حساب عسير. وبعدين انتوا بقى يا بتوع المسلمين الجدد بقى، لما البنتين دول جم انتوا لاحظتوا في الكلام اللي بيقولوا انهم دخلوا الاسلام؟ لا، واحدة دخلت عشان بتحب واحد وطلع حشاش وخمورجي، صلاة النبي أحسن، والتانية دخلت تتطلق عشان خاطر كرها جوزها، الله أكبر، والرابعة وهلما جر، تاني يوم يقول لك إيه في أختين، إيه قال أنت وهو شمعنا الأخوات يعني؟ عشان الأخوات بعد كده عايزين شقق نلم الأخوات، الأخوات عايزين نسطرهم يا أخي، يجيكوا وكسة وكسكم. طب ما أنت عندك أخوات مسلمين أصليين، اشمعنا بتيجي على دول؟ ومنين جنة؟ وإحنا عرفنا بعد كده إن هما بيجيبوا أشخاص، ودي من عند الكبير أبو كرش ده، كان بيجيب ناس ويقولوا دخلوا الإسلام وهم أصلا مسلمين، وهم أصلا مسلمين ومقعدوا عندي في البيت فعايزة لها سكن، يخرب بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم لو شكلكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، فاسمعوا لهم، لكن ساعة الفلوس اسكتوا خالص، ما تسألوش فيهم نهائي، هم هيزهقوا ويمشوا، لكن طول ما بيتبعت لهم فلوس يلا السلامة. بالظبط، بس علشان القنوات النصرانية ما تستغلش الكلام ده يقولوا شايفين الإسلام بيعملوا إيه والزيطة بتاعتهم، إحنا دلوقتي بنطلع الأعضاء الفاسدة من مجتمعنا الإسلامي، مش بنأيد ولا بنقول هو ده الإسلام، بالعكس اللي بيدخل الإسلام مش غرض الإسلام أو العقيدة ده ملفوظ مننا، إحنا بنلفظ العضو الفاسد بس عشان ما زيطوش. هقول لكم حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هدية كده للكنائس، احنا ما عندناش كهنوت في الإسلام، احنا الإسلام بيلفظ العضو الفاسد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في واحد مسلم كان معروف ان ايده طويلة، ما هو مش شرط يكون إسلام يعني، لا ما هو يعني انا عايز افهم، لو كلمة إسلام بتخليه نموذج ماشي على الأرض صراط مستقيم، لا طبعا، أمال في كتابنا اللي يسرق يتقطع إيديه واللي يكذب يحصل، المسلم هيغلط، أمال الحدود جاية لمين؟ المهم الشخص ده سرق سيف وحطه، راح وداه عند واحد يهودي، واليهودي خباه أمانة ما يعرفش حاجة، فجم إيه صاحب السيف لقى سيفه مش موجود، فقعدوا يتقصوا ويشوفوا الموضوع إيه، فاكتشفوا إن السيف ده عند اليهودي. فالمهم أمره طول الليل إحنا إيه هنروح نقول للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرجل اليهودي قال لهم إيه السيف ده أمانة من فلان الفلاني، قاموا المسلمين في أول عهدهم، مش اسمهم بقى المسلمين الجدد، في أول عهدهم قالوا إحنا نروح نقول للرسول ما تقولش إن المسلم ده هو اللي سرقه، وقول إن اليهودي هو اللي سرقه،
الرسول عليه الصلاة والسلام رفض، لأن نزلت آية أنا مش متذكراها دلوقتي، ولكن نزلت آية في هذا الموضوع. يعني إذن قرآننا بيعلمنا النظافة وقول الحق وعدم قول الزور، ويقيم الحد على المسلم ويبرأ اليهودي. عندكم ده في الكنيسة؟ لا. عارفة يا ماما ايه الفرق بيننا وبين النصارى؟ النصارى بيحتوي العضو الفاسد القذر، زي مثلا واحد كده اسمه رحومة، بيحتووه وبيسقفوا له وبيلموا له تبرعات لمجرد انه بس بيشتم في الاسلام. هم عارفين انه فاضي، هو مش مسيحي اصلا، لا مسيحي ولا كان يوم مسلم، هو بس علشان مجرد بيشتم الاسلام فهم بيسقفوا بيع دينه. بالظبط، هم بيسقفوا له. انما احنا كمسلمين المفروض نواجه الحقيقه ونواجه الاعضاء الفاسده ونتم بتراها من المجتمع. وهو ده الفرق بين النظافه والقذاره، الفرق بين الاسلام والنصرانيه. بس علشان ما يستغلوش الكلام اللي بنقوله فيما بعد ويهيصوا يقولوا شوفوا المسلمين بيعملوا ايه والبنات اللي بياخدوهم بيقسموا، لا احنا ربنا قالوا يا ماما. هو اسمعي ما هم قالوا، امال انا عرفت الكلام ده منين؟ منهم، من هناك. طيب. من عند طيب. رحوم البس ده الفكر الحر. الفكر الحر قالوا كده. قال لهم يا مسيحيين شوفوا بيدخلوا الاسلام عشان كذا، يعني هم قالوا مش لسه هيقولوا. ماشي، دي مستويات. يعني ناس للاسف دخلت الاسلام غلط ورجعت تاني، في منها اللي رجع وفي منها لسه متمادي في النصرانيه هو تحت ستار الاسلام. ده برضه هيجي له يوم امام الله، هو مش مسلم امام الله يعني. طب وعايز اسالك سؤال يا نوها، معلش ما هقطعك، يعني هو ليه دايما يعني اللي بيحصل له ده يروح يعمل قناه؟ اكيد يعني بصي، اللي بيعمل قنوات ليه سببين. السبب الاول اما بيكون سبوبه زي ما حضرتك شايفه اللي حاصل دلوقتي، اما بتكثر عليه الاقاويل ويقولوا عليه، زي مثلا انا لما عملت قناه ما كنتش عايزه اعمل قناه، تم الالحاح عليا ان انا اعمل قناه، بتكثر الاقاويل دي راحت عشان كذا وراحت عشان كذا وراحت عشان كذا. طلعت الاول قلت يا جماعه انا رحت الاسلام علشان 1 2 3 تناقضات، وجهزت ساعتها 14 تناقض من الانجيل، وشرحت انا ليه رحت للاسلام وتركت المسيحيه. وده الشق الثاني. يعني في ناس بتعمل القنوات علشان يشهروا بس شهادات الاشهار والله اكبر وزغرات الاختوكو ومش عارفه ايه والكلام ده، وفي ناس ثاني هدفها علمي بحت، يعني بتقدم محاضراتها باسلوب اكاديمي للنصارى. المفروض الدعوه او القناه الدعويه هدفها الاساسي او الفئه المستهدفه هي النصارى مش المسلمين. لكن القنوات اللي هدفها الرزق او الارتزاق هدفها بتستهدف الفئه اللي هي المسلمين اللي هم اللي بيتبرعوا. لازم نفرق بين النوعيتين دول. يعني ناس بتعمل قناه علشان تقدم الحجه بتاعتها اللي اعتنقت الاسلام لعل الله يهدي بها، وناس تانية بتعمل القنوات بتاعتها علشان تفرقع. والقنوات دي ان شاء الله باذن واحد احد يعني عمرها بيكون قصير وبتقع سرعان ما تقع طبعا. بس ادي اللي عايزه اوضحه لحضرتك. وليه دايما اللي بيخش الاسلام لازم يلف في قنوات ويقول انا اسلمت مش عارف ايه، انا اسلمت مدرك ايه، يعني خلاص هي طب ما على فكره كان زمان الناس جاري مثلا يكون مسلم واحنا ما نعرفش، نعرف ساعه موته، يكون موصي جار المسلم لو مات ادفنوني في مقابر المسلمين ليه دلوقتي بيتصدقوا بهذا الموضوع؟ مع ان المفترض ان لما في حد بيكون مسلم مسيحي ويدخل الاسلام اهله بيتبعوه عايزين يقتلوه. فايه الحلاوه في ان هم يطلعوا يتباهوا بده؟ دي اولا. ثانيا ايه حكايه ان هو يطلع عايش لي الكتاب المقدس وحافظه لغايه دلوقتي؟ ده واحد غيره يتعقد من الكلام ده. ولا هو قدام ده في ناس لغايه دلوقتي بتقول الحان قبطيه وبتتباهى وتقول اجزاء من القداس والاسم ده في نفس الوقت وفي نفس الوقت هم بعاد عن الدين تماما. يعني هو عايش في المسيحيه حتى وهو بيضطهدها هو عايش فيها. المفترض ان انت فين انك تحس بحلاوه الدين؟
بحلاوة الإسلام. القرآن ده له حلاوة يا جماعة. القرآن ده لما بتعيش في آياته وفي صوره بتحس بفضل الله عليك كتير قوي. يعني إيه ليل ونهار عايشين في الكتاب؟ أنتوا ما تحررتوش لسه بالكتاب المقدس؟ ولا هو عشق وبتستعبطوا الناس ولا تجارة؟ إحنا كمسلمين هنستفيد منه إيه؟ هل انت ضفت جديد؟ ما احنا عارفين في قرآننا حاجة بسيطة جدا، عارفين ان هم حرفوه انتهينا، يلزمنا انا في ايه في التحريف؟ عارفين ان هو كتاب مش صحيح، عارفين ان في حاجات غلط، عارفين ايه الاضافة اللي بتضيفها لنا؟ بتخاطب المسيحي؟ المسيحي عارف كويس انجيله عامل ازاي، ومهما ما تقعد تقول له من هنا للسنة الجاية هو بالنسبة له بتزوده كراهية فيك انت اكتر، لانه هيتشبس بكتابه. بتتوقف على أسلوب الدعوة يا أمي، يعني مثلا أسلوب الدعوة بيختلف من فرد الآخر. يعني مثلا لما أنا باجي أعمل الحلقة بتاعتي باخد فيها تحضير تقريبا مش أقل من 3 أيام، أي حلقة بضرب على أصل العقيدة، مش بقول أنتوا بتاكلوا إلهكم الزبد، يعني تقصدي بتجيب الزبد، بضرب على أصل العقيدة. يعني أنا الثالوث، فهمني ازاي الثالوث بيستوعب، يعني ازاي تم استيعابه ابن روح قدس اله واحد، فهمني. يعني هم بقى في الحته دي بيعجزوا عن الرد، ما ينفعش اقول لهم مثلا اتريق عليهم. انا كنت مسيحيه قبل كده وفاهمه، حتى كلمه نصرانيه دي كانت بتعصب، اعتبرها شتيمه. فلازم نتكلم معاهم او نبدا دعوتنا ليهم من خلال كتابهم، يعني نطلع التشويهات اللي حاصله في كتابهم، ولما يقتنعوا ربنا يهديهم نبدا احنا نضخ بقى معلومات الاسلام فيه. انما كوبايه مليانه مثلا كازورات، ازاي عايزك تحط عليها ميه نظيفه؟ بالله عليك ازاي؟ ما لازم نفضي الكازورات وبعد كده نبدا نصب الميه النظيفه فيها. فده اللي انا بعمله في رسالتي الدعويه من خلال القناه بتاعتي، بضرب على اصل العقيده، بفندد أقوال الآباء الكهنة بتاعهم، العقائد الأساسية، التناول، الثالوث، الوحدانية، ده اللي أنا بعمله. إنما إيه بقى لما حد مثلا يطلع شهادة إشهار ويقول باركوا لأخوكم أسلم، بالله عليكي أنا كمسيحية هخاف ولا أحب الإسلام؟ لا، ماجد ابن خالتي أسلم يبقى أنا هأسلم زي ماجد ابن خالتي، مين ابن عمتي أسلم يبقى أنا، لا بالعكس، ده أنا أقول مين دول فلوس وراح عندهم، مش هحب الإسلام من حاجة زي كده. اللي يخلي المسيحي ينظر في دينه هو الدعوة بالأسلوب اللين الحسن ومن خلال المعتقد بتاعه، إنما اللي بيحصل ده تهريج، اللي بيحصل ده يعني حاجة لكسب المال، يعني حاجة لكسب المال مش أكتر من كده. يعني ربنا يصلح الحال يا رب يا رب. عموما هي ده مش اخر لقاء، في لقاءات كتير. ويا جماعه الست بتتهدد من الواد القاذر بتاع البلاليس ومراته، فيا رب كده تطلع وشوف مراتك كده، وانت هتشوف مني ايام سودة، هتحلف انك يا ريتك ما كنت طلعت على اليوتيوب قبل كده او بعد كده. جزاك الله كل خير يا نهى، وده مش اخر لقاء، في بينا لقاءات كتيره باذن الله ان شاء الله. يا امي ربنا يديك الصحه يا رب، كل عام بركه، الله يخليك. مش عايزه تقولي اي حاجه؟ شكرا، ربنا يحفظك يا رب. اشكرك يا استاذ رامي، ربنا يحفظك. شكرا جزيلا نصر، شكرا جزيلا الحاجه، وتحياتي لكل اساتذه الحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.